منتدى كرو مونتانا يلتقي في الداخلة لؤلؤة جنوب المغرب، ملتقى طرق تعاون جنوب جنوب الأفريقي. يلتقي كبار صانعي القرار من مختلف أنحاء العالم معاً لمناقشة التحديات الكبرى أمام أفريقيا في العصر 21. سلامة البشر ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتحول الرقمي وتمكين الشباب والنساء. منتدى كرومتنا في الداخلة من 18 إلى 21 من مارس. المزيد من المعلومات على cmf.ch.